ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم بفيديو جديد. طبعا يا اخواتي انا بعمل لكم جمدان على القناة ديت، فانا عاوزك لو اول مرة تشوفني تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتتفرج على الفيديوهات عشان هتجيبها الجامد. يا اخواتي جاي لكم بفيديو جديد كالعادة يعني، وجايب لكم اضافه اضغط مرتين للخروج من تطبيقك. تمام، الطريقه سهله جدا 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 والفيديو مش طويل، فيلا نخش في الشرح بتاعنا النهارده. اهم حاجه بس لو عجبتك انزل اعمل لايك قلب اخوك، واكيد هتعجبك فانت اعمل لايك من دلوقتي. تمام، دلوقتي قلب اخوك هنبدا ان احنا نخش على اي مشروع. مثلا هخش على تشغيل وايقاف الصوت مثلا، اي حاجه. تمام، بعد كده انت طبعا هتعملها في المشروع بتاعك انت. بعد كده هتخش على الاحداث، تمام، على طول كده تلقائي. تمام، بعد كده هتبدأ ان انت تضيف من تحت كده، هتبدأ ان انت تضيف كده صفحة تانية بدل اون كريت. مثلا هنضيف اون باك بريسيت، وهنبدأ ان احنا ندوس اضيف بالمنظر دوت. ديت خاصة بالرجوع. تمام، اول ما نخش عليها كده هنبدأ ان احنا نحط الامر اللي معانا ديت. طبعا هتخش اضافة مكون، وهتبدأ ان انت تدوس على التحكم كده، وهتنزل دي كده البخوك بالمنظر دوت. تمام، بعد كده هتبدأ ان انت تعمل ايه بقى. هتخش على مكون، هتنزل كده، بعد كده هتجيب النشاط ينتهي وهتحطه هنا. تمام، هتعمل ايه تاني؟ هتجيب توست وتحطها هنا بالمنظر ده. هتعمل ايه تاني بقى يا قلب اخوك؟ ركز معايا بقى في الحتة دي يا قلب اخوك. هتبدأ ان انت تدوس على متغيرات فوق، وبعد كده هتدوس على اد، هتبدأ ان انت تضيف يعني بمعنى اصح، وهتختار اول واحدة اللي هي قائمة منطقية، وهتبدأ ان انت تكتب اي حاجة اي حاجة. مثلا اكتب دي ار، اي حاجة مش مشكلة. تمام، بعد كده هتبدأ ان انت تجيبها كده المكون دوت، هتحطه هنا اللي هو الدي ار اللي انت لسه ضايفه. تمام، هتبدأ ان انت تنزل دي واحد اتنين، هنعمل بيهم ايه؟ هنيجي كده هنجيب حقيقة، هي كانت فوق. تمام، هتبدأ ان انت تجيب حقيقة تحطها كده بالمنظر دوت. هتبدأ ان انت تعمل ايه بقى؟ هتبدأ ان انت تنزل دي واحدة قلب اخوك، تبدأ ان انت تنزل دي كده. تمام، بس كده لا، هتخش على مكون، وهتبدأ ان انت تعمل اد كومبليت، وهتبدأ ان انت تضيف تايمر. استنى سوري، مش انت انت، هتبدأ ان انت تضيف تايمر مثلا اي حاجة. تمام، هتبدأ ان انت تنزل لغاية مكونات التايمر، وهتجيب ديت هتحطها هنا، وهتجيب دي تحطها كده. فهمت؟ اكيد فهمت طبعا. تمام، بعد كده هنبدا ان احنا نحدد المكون بتاعنا الدي ار بالمنظر دوت، ومكون التايمر. تمام، هنبدا ان احنا نضيف بقى المكونات بتاعتنا. يعني هنا مثلا هنكتب ايه؟ اضغط مرتين للخروج. انت عاوز تكتبها بالانجليزي اكتبها. تمام، مثلا يعني هتيجي هنا هتخليها ثانيتين، الثانيه ب1000 هنعملها 2000. تمام يا قلب اخوك، بعد كده هتبدأ ان انت تضيفها ترجعها فوق كده خالص. تمام، بس كده خدها سكرين بقى عشان تكون عارفها، او خدها كده اعملها في المجموعة وضيفها عندك. تمام، يعني مثلا كده. تمام، عشان لما تيجي تحتاجها في تطبيقك تعملها. اضغط مرتين للخروج مثلا. تمام يا قلب اخوك، بعد كده هتبدأ ان انت تطلع. تمام، وهتبدأ ان انت تجمع تطبيقك عادي، هيتجمع وارجع لكم تاني. تمام، هنبدأ ان احنا بقى ندوس تثبيت. انزل اعمل لايك بقى يا قلب اخوك، واعمل كومنت كده وشجعنا بقى. تمام، هنبدأ ان احنا ندوس فتح بقى. فتح معانا بالمنظر الجامد ده. تمام، الكلام ده كله اللي في البرنامج طبعا مش شغلتنا. شغلتنا ان احنا مثلا نعمل رجوع كده. استنى، نعمل رجوع كده، اضغط مرتين للخروج، واحد اتنين خرج معايا. تمام، وده كان الشرح بتاع النهارده. يا ريت لو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.